علي يا لوز، نعم يا رؤيا مالكي. في ايه؟ في ايه في ايه يا رؤيا؟ من امتى يعني انت بيهمك سرايا ولا ام سرايا ولا اخت سرايا؟ ما تجيب من الاخر احسن. انا هجيب لك من الاخر بقى. زحمه يا دنيا، زحمه الدنيا زحمه. طب افرضي انت رحتي عند امك، مش هتلاقي الدنيا زحمه وكمبلي قرص قرص كمبلي يعني، وهتلاقي الاولاد كامل العدد، صح ولا لا؟ حاجه غريبه قوي، وانا اروح عند امي ليه؟ ما انا عندي بيتي قاعده فيه. لا ما احنا يعني هنحتاج للشقة أحيانا. أحيانا في إيه؟ بروفات. آه هنعمل فيها بروفات. هنا في بيتي؟ الله خبريه، ده شغلي. ما تنتفعيش يا رؤية. ما تنتفعش إيه؟ أنت عايز تجنني؟ أنت طيرت برج في دماغي، هتعمل في بيتي كباريه؟ أيوة يا ست، مش كباريه. الله، ولا حجرة مفروشة، ده شغلي وأنت عارفة شغلي، أنا ملحن. الله، وأنا وابنك نروح فين؟ روح شقة أمك. وأختي وابنها واللي جاي يروحوا فين؟ اه شفتي شفتي بقى، رجعنا للموضوع الاولاني، رجعنا للمذهب الاولاني، وسيبنا الكوبلهات اللي عملناها كلنا. ها خلاص ملهاش لازمه الكوبلهات اللي قلناها. بقول لك ايه، فكري كويس، سرايا لازم تصطلح من مصلحتها ومصلحتنا، لازم تصطلح صدقيني. فكري كويس، فكري بعمق، فكري بعقليه تجاريه. امال ما تقفيش على موجه واحده، هتخسري بره وجوه، هتخسري بره وجوه يا وش الفقر. الله يخرب بيتك، من يوم ما اشتريتك وانا مش مرتاح. اسمع يا علي يا لوز، ما بقاش انا هبقى وكيله مدرسه وست فاضله واسيب بيتي للرقاصين والعوالم. ما تسيبهوش، بس انا هطردك. انت تطردني انا؟ طب ورب العزه، ما انا مرتاح اعمل بيتي يا علي. بقول لك ايه رؤيه، في قانون جديد بيقولوا عليه قانون الاحوال الشخصيه، الشقه من حق الزوجه مش كده؟ استني بقى، استني لغايه ما القانون ده يطلع وبعدين ارفعها عليها قضيه. ارفعها عليها قضيه، وفين وفين بقى لغايه ما تكسبيها. انما قبل القانون ما يطلع انا قاعد هنا في الشقه اعمل فيها اللي انا عايزه. انا راجل بيت، اعملها حتى مرقصه وهدخلك جوه جوه في المطبخ، هيبقى بوفيه، وتقدم الشاي والازوزه للالاتيه، وش هتشعل بقى في دماغي؟ اقعدك على البار تفتح يا زايز. اخرس يا طبالي يا سكري، اللي ما تعرفش لا حرمه بيت ولا عرض ولا ست. اخرتها عايز تسردني انا وابني؟ تعالي هنا. بقول لك ايه، مفيش غير كده، مفيش غير بيت امك. بيت امي اتوسخ لما دخلت، معلش غلطه. كملي غلط وادخليه، بس اصلحي اختك. يوسف نام؟ انت بترديش ليه؟ زعلانة مني ولا زعلانة من حمادة؟ طب لو زعلانة مني قولي يا صالحك ازاي؟ لو زعلانة من الواد حمادة جابولك لغاية عندك تقطعيه ضربيه زي ما انت عايز. انا بفكر اروح فين؟ مش لاقي حته اروح. اروح فين؟ تروحي فين ده؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ لو اتجننت صحيح كنت روحت الفريد، رحت قعدت في البيت عنده، ربي لا يقيله. يعني اللي ترجع بيت جوزها تبقى اتجننت؟ لما ابقى عارفه ان انا راجعه اشتغل خدامه باكلي، وان ما بيربطنيش بيني وبينه غير اسم العيلين، يبقى اتجننت. خلاص ما تزعليش نفسك، ما ترجعيش خالص. معلش يا رؤية، انا عارفه ان حملي تقل عليكي قوي. ايه ده؟ ده انت اتجننتي بصحيح بقى. على العموم انا هشوف اي شغل اقدر اصرف بيها على نفسي وابني. طب بس ما تكمليش. شغلك ايه اللي تصرفي بيه؟ حاجه غريبه قوي، البيت مش هيسعنا ولا ايه؟ نفترض انا جيت لك بولادي، مش هتسعيني؟ بقى بيت محمد الملكي مش هيسعنا احنا الاثنين؟ طب ده احنا لو كلنا كده اتكرمشنا، انت بابنك وانا بابني، وترمينا في حضن ام رؤية مش هنغلى. يا خالد تعالي في حضني، تعالي في حضني يا عبيط. ده انتي بنتي البكرية، بنتي وأختي وتلمستي، هتروحي مني فين؟ ده أنا قضاك يا خايب، ولا ترجعي لابن فراويل
ولا يهمك مني، اديله على دماغه وهو يجي راجع ويبص التراب اللي انت بتمشي عليه كمان. اصل هما الرجالة عايزين ضرب النار كلهم من اول ابن لوز لغاية ابن فراويل. جاي ليه يا عبادة؟ فوزية مش هنا. ازيك يا سفريد؟ زي ما انت شايف كده لسه ابن سلامة، طلعنا نزلنا اتسرقنا من الصناعية برضه ولاد سلامة فراويلة. الله، هو جرى ايه يا فريد؟ ايه يا ابني؟ طول بالك. اطول بالي ليه والامتى؟ لما يجي الخان كله يتفرج علينا زي سعبادة العقاد ما بيتفرج. انا جاي عشان اتفرج عليكم يا سفريد. ايوه، وقبلها بعت ابنك عشان يتفرج على امه لما جوزها سرقها. الله يسامحك. طبعا يسامحني، وما يسامحنيش ليه؟ انا عملت ايه يا عبادة؟ الله، وبعدين معاك بقى يا فريد كده عيب. اهلا وسهلا، اتفضل يا ابو احمد. لا متشكرين يا ست مفهمي. عموما يا سفريد انا مش جاي عشان اشمت، وما بعتش ابني عشان يشمت في والدته. امال بعته ليه؟ جاي ليه يا عباده؟ فريد معلش يا سفريد معلش، يمكن اني لسه فاكر ان فوزيه ام الولاد دول ومصلحتهم تهمها زي ما تهمني. دلوقتي بقى للولاد مصلحه بعد ما اتسرقت امهم؟ ايوه هو كده بالظبط. لما اتسرقت امهم انا بعت ابني الكبير، ولما طلعت فيه بلته وعصرته رجع لي، فلقيت لازم اجيب نفسي. تشرف وتقانس، اهلا وسهلا فيك الخير برضو. ثم كمان ما تنساش ان فوزيه ام ولادك. عموما يا ست مفهمه ببلغيها اني جيت لها في طلب ضروري ولازم اقابلها. اوعى تكون عاوز ترجع فوزيه يا عباده. نعم؟ رجعها ازاي يعني؟ تتجوزها؟ الله، ما هي كانت مراتي يا سفريد وانا اللي سبتها. ايوه بس ممكن عقلك يقول لك البت فوزيه افتقرت وعايز ترجع المايه لمجاريها. لا يا عباده، فوزيه ما افتقرتش ولا احنا. ابعد عننا يا عباده، احنا اغنياء وارثين، وارثين فلوس كتيره قوي، فلوس كتيره قد اللي حرمتها على نفسك وحرمتها على فوزيه، فاكر؟ معلش معلش يا سفريد، جايز لما قابلها تعرف انا بعت ابني ليه وجيت انا دلوقتي عشان ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، انست وشرفت. ايه يا فريد يا ابني اللي انت قلته ده؟ ليه الاذيه دي؟ عشان ما ارجعش تاني. يا ابني ما يصحش كده، حد يعمل كده في الناس اللي بتيجي لغايه عنده هنا في قلب البيت؟ ثم انت كمان ناسي ان ده يبقى ابو ولاد اختك؟ سامحكي سامحكي، بارد ورد قهاوي على راي ابوها الله يرحمه. معقوله ده؟ ايه القرف ده؟ ايه يا فريد بتزعق ليه؟ الراجل اللي اسمه عباده العقاد ده ملوش حل. عباده؟ هو كان هنا؟ ايوه، والزعيق ده كان كله معاه، ده ما كانش عاوز يمشي. ليه؟ عايز ايه؟ شفتي؟ اهو السؤال بينط لوحده، كان عاوز ايه؟ الراجل ده حس ان فوزيه افتقرت فحب يرجع لها، قعد يلف ويدور بس من غير برواز. مش جاي صحيح؟ ليه لا؟ معقوله؟ فوزيه ترجع بظهرها دكتوره؟ لا لا لا، معقوله فوزيه تعيش تاني مع عباده العقاد ويقول لها ده حرام وده حلال؟ بس خلي بالك، ما تنساش عامل مهم جدا، في متغير جديد ومؤثر هيأثر على علاقة فوزية بعبادة دلوقتي. ايه هو ده بقى؟ ولادها. ماله؟ كبروا. طب فيها ايه ما يكبروا؟ ما تضمنش هيتصرفوا ازاي. يعني هيقولوا بقى لامهم ارجعي الجحر تاني بتاع بيت القاضي ويجوزوها غصب عنها. مش لازم بيت القاضي، ومش لازم فعل الامر ده يا استاذ. الله 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 الله، جرى يا دكتورة مالك؟ مالك مسكاني كده وقاعدة تديني نظريات في علم الاجتماع؟ احنا هنا حبيبتي في البيت مش في الجامعة. انت مش شفت ابنها الكبير احمد لما جه هنا وجاب معاه شنطته علشان يقعد معانا؟ وفوزية طردته. تفتكر هتطرده كم مرة؟ بقولك ايه، فوزية جاية تبقى قولي لها على كل حاجة، وقولي لها على نظريات علم الاجتماع بتاعتك دي، شوف رد فعلها هيبقى ايه. وانا مالي يا اخويا لا اقول لها ولا عدلها، انا مش ناقصة مشاكل. أقول لك إيه؟
انا اصلا مش عارفه هعمل ايه انا ويوسف في المشكله دي لو فضلت متعلقه بالشكل ده، والمصيبه بقى لو منعم دخل السجن ويوسف فضل راكب دماغه. لا راكب دماغه ده ايه، انا مش عاوزه يركب دماغه. وبعدين انت رايحه له ليه؟ اسمعي يا فريال، بكره باذن الله لما ياسس الشركه الجديده مش هيلاقي اي حاجه يركبها. يا ريت يا فريد. يا ريت ده ايه، امال انت هتبقي حرم المصون ازاي ولاف ستوري من 20 سنه وحب قديم؟ بقول لك ايه، يقولوا له يبطل القعده مع الدكتور ايمان ده وينسى حكايه الوريث دي خالص، بلاش كلمه مرقص، فاهمه؟ ما انت لو تيجي معايا ببساطه كده هتقدر تاثر عليه، انت عارف هو بيحبك ازاي. لا يا حبيبتي انا عندي ميعاد، وبعدين قولي له فريد مش هيقدر يجي لك عشان امه راقيه وبنتها. انت عارف انت ممكن تعمل ايه، تيجي معايا واروح انا وانت ويوسف نقابل سرايا ونصالحها. انت مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص، خليكي في يوسف كده اهو. اوكي يا فريد. فريال 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 فريال. نعم يا فريد. من فضلك ما تبقيش تفوتي على سرايا. وده ليه بقى؟ مش عايزه تحسي ان انا عايزها ترجع البيت تاني. ليه يا ابني؟ اذا كانت اختك تقدر تفوت عليها وتطيب خاطرها تفوت، عايزني انا اروح اجيبها اروح اجيبها. تجيبي مين يا ماما؟ وعيش معاها ازاي؟ تحكمني يعني؟ خلاص يا فريد، هتسيبوا ولادكم يتربوا في الخان؟ ما انا قلتها كلمه، ولاد فوزيه هيربيهم عباد العقاد في بيت القاضي، وابنك هتربيه مراتك في خان يوسف، وهالفيلا قدامك طويله عريضه اهي فاضيه مش لاقيه اللي يسكنها. خلاص انا هجيب الواد يعيش هنا في الفيلا في الزمالك، وهي بقى لو كان عاجبها الحال تعيش هناك. سامعاني يا فريال؟ زي ما تدخلتيش بين منعم وفوزيه ما تدخليش في حكايتي مع سرايا. رايحه فين يا سرايا؟ طالعه فوق السطوح. ليه يا بنتي؟ عشان اذاكر. والمذاكره هنا عيبها ايه؟ ويعني هي فوق عيبها ايه بس يا ماما؟ مش احسن من الكتمه اللي انا عايشه فيها هنا ليل ونهار؟ خلينا بعيد عن السطوح يا بنتي. يا سرايا حبيبتي، انت ما بقيتيش عيله تطلعي وتنزلي براحتك، انت بقيتي ام، يعني كبرتي. ولما انا كبرت يا ماما مش من حقي انك تعامليني كست وام؟ ارجوك يا ماما انا فعلا ما بقتش صغيره. يعني عايزه تطلعي السطوح، طب الناس تقول علينا ايه؟ هيقولوا ايه يعني يا ماما؟ هيقولوا طالعه اذاكر مع زين على الاقل تساعدني، او يقولوا حتى ان انا طالعه اقعد على السطوح زي كل ما خليه ربنا ما بتوعه. اه يا حبيبتي بس احنا مش زي كل ما خليه ربنا. ما تبصليش كده، احنا لسه من شويه متفقين ان انت بنتي البكريه، صح ولا لا؟ واحنا ليه بقى مش زي مخاليق ربنا يا ابي؟ عشان احنا ظروفنا مختلفه، مخاليق ربنا ليهم وضع واحنا لينا وضع، زمان كان لينا ضلع دلوقتي لا. ما هو انا كمان كبرت وبقى عندي ابن طولي، انا مش عارفه ليه انتوا ناسيين الموضوع ده. لو ناسيين كنا سيبناكي تطلعي وتنزلي زي ما انت عايزه. بص يا سرايا، انا عايزه اقول لك على حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال تجنبوا مواطن الشبهات، صح؟ ها؟ مش هي المكان اللي يشبهنا ونخلي الناس تتكلم علينا فيه نقطعه ما نعتبوش. اه انا كده فهمت يا ابا. طب يا بنتي الحمد لله ان انت فهمتي. جه بقى وقتكم عشان انتوا كمان تفهموا. حتى لو طلعت فوق السطوح عشان اقعد مع الاستاذ يوسف محدش يقدر يقول اي حاجه، عشان انا ست متجوزه والاستاذ يوسف هيتجوز عمك عيالي. أستاذ يوسف ده إنسان محترم ما يشبهش يا أبلة. اطمني يا أبلة، اطمني أنت كمان يا ماما. أنا حتى لو نسيت كل حاجة مش ممكن أنسى أبدا إن بنت محمد الملكي إني متربية كويس قوي، وإني ما بقتش صغيرة زي زمان. أنا حاسة إني بقيت عندي 60 سنة. 60 سنة يا سرية؟ ده على الأقل يا أبلة. مش شايفين يعني ولا شعر مطقطق ابيض ولا وش مكرمش ولا اسنان واقعه؟ شايفينك حلوه زي القمر زي امك بالظبط اهو. عشان ما بصيتيش هنا يا استاذ، العجز والشعر الابيض هنا هنا يا ابله. نعم اقعدي بقى وحطي ايدك على خدك. يعني عايزاني اعمل ايه؟ ما انتي سمعتي. قولي لها كده غلط، الكلام ده يكون صح لما تكون قاعده ببيت جوزها، تطلع وتنزل زي ما هي عايزه، بس ما دام راجعه غضبانه من عنده وكارهه عيشته يبقى كده غلط. وانت ما قلتلهاش كده ليه؟ انا ما قلتش حاجه، انا واخده لساني طويل وكلامي تقيل. اذا كانت الهبله قاعده تعيط اما العيال اتخانقوا مع بعض، ليه عايزه تروح تدور على شغل؟ عيال هبله.
يا بنتي اختك تعبانه. ما كلنا تعبانين، التعبان ده بقى نسيبه للناس تاكل لحمه؟ يا بنتي اختك ما خدتش حاجه خالص، لا شهاده ولا راجل يحسسها بالحنان والامان، ما نبهاش الا عيلين اتنين محتاسه بيهم، واحد في ايدها والتاني في بطنها. اختك شابت قبل الاوان. اللي شاب قبل الاوان ده يا حبيبتي يكنس بيته، مش يطلع الاسطح ياخد دروس. يا حبيبتي انت كبيره وعاقله ومتعلمه، خديها على قد عقلها. وبعدين اختك قالت كلمه حكمه، قالت انا بنت محمد الملكي ومتربيه كويس، احنا اللي مزودينها حبتين. طب انا غلطانه، حقك عليا. يا رب بحق جاه النبي تيجي فريال ولا فريد ويطلعوا يشوفوا بنتك فوق. سرايا ايه انت واقفه هنا من مده ولا ايه؟ لا لسه جاي. طب ما تتفضلي، واقفه بره ليه؟ لا معلش افوت عليك وقت تاني، واضح انك مشغول. لا يا ستي انا مش مشغول ولا حاجه، خلصت اللي كنت بعمله. اتفضلي يا سرايا. ده ايه يا سرايا؟ وانت غريبه ولا ايه؟ انا هندهلك زينب كمان عشان تسلم عليكي. يا زينب، زينب. نعم يا عم. تعالي سلمي على أبلة سرايا وشوفيها تشرب ايه. أبلة؟ ازيك يا أبلة سرايا. ازيك يا زينب. ايه حكاية أبلة دي بقى؟ ولا عشان عمك واقف؟ مش احنا اتفقنا انك هتذاكري لي في الثانوية؟ لو عاوزة تفهمي بصحيح عليكي وعلى عمي يوسف. مش هتقولي لي الكلام ده يا زينب، انا عارفاه، يا ما ذاكر لي زمان مش كده. وعشان كده سقطتي في ثانوية عامة؟ لا أنا ما سقطتش إلا لما غبت عني. فاكر ساعتها كنت فين؟ ياه أنت لسه فاكرة يا سرايا؟ كأنه الشهر اللي فات، ولا كأن عدى 10 سنين ورحت ورجعت واتجوزت وخلفت لسه أخلف تاني. على العموم بصي لابنك يوسف الصغير وانت هتعرفي فات قد ايه. طب ما بص للي جاي. لا بصي ليوسف الصغير عشان تعرفي كام سنه عدوا. برافو عليك يا زينب، اهو ده الكلام الصح. يلا بقى علشان تعملي شاي لسرية. ما يلا يا زينب يلا. لا متشكره قوي. متشكره ده ايه؟ ما هو انت يا بنتي لازم تشربي حاجه، تشربي شاي، تشربي قهوة، تشربي حاجة ساعة. يلا يا بنتي اتفضلي. تعالي تعالي اقعدي. اتفضلي يا سرايا. أرجوك يا أستاذ يوسف، بلاش تحسسني إني ضيفة. طب إيه رأيك بقى إن أنا مصر إن أحسسك إن أنتِ ضيفة هنا علشان ترجعي بيتك كمان كام يوم؟ ما هي المشكلة كلها إن أنا حاسة إن أنا هنا مش ضيفة. حاسة إن وسط أهلي، في مكاني. إحساسي بالغربة كان هناك، في الفيلا. لكن كنت عارفه اني راجعه تاني. صدقني يا استاذ يوسف انا حاسه ان هنا مكاني. بس ده احساس خطير قوي يا سرية، ده احساس بالاغتراب، واخطر ما فيه انك ناسيه ان في طرف ثالث بينك وبين فريد ابنك والمولود اللي لسه في السكه. مالهمش ذنب الولاد دول يعيشوا طول عمرهم مغتربين. انا جايه لك عشان تساعدني، واقدر انا كمان اساعد اولادي، ما احسسهمش بالغربه ابدا. وانا تحت امرك، قولي لي عايزه ايه وانا اعمله لك. ايه يا سرايا ما تتكلمي؟ تحب اكلم لك فريد يبعت لك فلوس؟ لا انا مش عايزه حاجه منه. امال عايزه ايه؟ عايزه اقول لك حاجه بس يا ريت ما تفهمنيش غلط، ولا الاستاذه فريال كمان تفهمني غلط. يا سرايا احنا كبرنا بقى على مساله الفهم الغلط دي كده.
طب انا عايزاك تساعدني في الثانويه العامه عشان اخدها بمجموع كبير قوي. بس كده؟ ده سهل جدا. وادخل كليه الاداب، وادخل القسم اللي حضرتك تبقى معيد عليا فيه عشان انجح، وبعد كده حضرتك هتبقى استاذ، احضر ماجستير، وبعد الماجستير احضر الدكتوراه، وحضرتك برضو اللي تشرف عليا فيها، او الدكتوره فريال هي هتبقى دكتوره برضو، وانت بقى تاخدي الدكتوراه مع مرتبه الشرف. ساعتها هقدر اربي اولادي كويس قوي. انت كمان هيبقى عندك اولاد، انت والدكتوره فريال. يا ده حلم رومانسي جميل قوي يا سرية. حلم ليه؟ لان حضرتك كلفتي الدكتوراه في 5 دقايق، وانا بعد السنين دي كلها لسه بعمل دراسات عليا. كنا اول امبارح بنلعب قدام البيت الكبير، السنين فاتت بسرعه قوي، انا لازم اعوض السنين اللي فاتت دي. انت كمان لازم تعوضها. عندك حق يا سرية، عندك حق. عموما يا ستي انا تحت امرك ومستعد اساعدك زي ما انت عايزه في مشروع المستقبل العظيم ده. بس خلي بالك، ممكن على ما تخشي كليه الاداب وتتخرجي اكون انا لسه ما بقتش دكتور ولا حاجه، في احتمال انك تلاقي فريال هي اللي بقت دكتوره. مش مهم، اشتغل عندها معيده، ما هي عامه الاولاد، اكيد هيهمها مصلحتهم ومصلحتي. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه رؤيه؟ ازيك انت يا استاذه؟ يا دكتوره فريال اتفضل. لا متشكره قوي، اصل انا مستعجله. لا مستعجله ده ايه؟ طب احنا ما وحشناكيش، معقوله يوسف الصغير ما وحشكيش؟ تعال. لا ازاي بقى، انا مش يوسف الصغير وبس، ده يوسف الصغير ومامته واخوه ولا اخته، الله اعلم بقى. ازيك يا ست ام رؤيه؟ اهلا اهلا يا فريال يا بنتي، ما تتفضلي. لا ميرسي قوي، اصلا انا مستعجله، لازم اعدي على يوسف واخده وننزل على طول. لا تاخديه وتنزلي فين؟ ده صح، ده صح، مش قادره تتفضل تشرب حاجه؟ انا مش عايزه حاجه، اللي انا عايزاه منكم ان انتوا تكلموا سرية، تقولي لها ترجع بقى بيتها، ما يصحش كده، كفايه لحد كده. اذا ما كانش علشان خاطر فريد يبقى علشان خاطر يوسف الصغير اللي قاعد تحت عمال يلعب في التراب مع الاولاد. معلش، ما هو التراب يا ما بيربي. هو احنا هنفضل نتكلم كده على السلم؟ اتفضلي يا بنتي اتفضلي. بصراحه يا ست مرؤيه، انا فريد كان منبه علينا ما اتكلمش في الموضوع ده خالص، لكن علشان خاطر سرية واولادها اللي هم اولاد فاره ويله انا كان لازم اتكلم. وعفوني بقى انا مش هقدر اخش عشان مستعجله قوي، يعني اذنكم. اتفضلي. مبسوطة؟ شش اسكتي بلاش فضايح. اسكت ايه وفضايح ايه؟ اسكت ايه زغرتي يعني مش دخيانة؟ خش بس، خش. جالك كلامي؟ ده زي ما تكون ابواب السما متفتحة. لا وايه، فريال بنفسها يا بنتي ما توقعيش قلبي، بلاش الظن السوء ده. انا اللي بظن السوء؟ طب على الاقل هي اختي وانا عارفاها كويس، الظن السوء ده بقى هيجي عن طريق فريال. ايه قولي لي بقى، كان ايه اللي انت عايزاني اشرحهولك بالظبط؟ فريال؟ طبعا طبعا يا استاذ، ما انا اللي لازم اجي واخس ورجليها تورى من سلمكم ده. تعال يا فريال. اهلا يا استاذه فريال. انا بقول استاذه اهو، اصل لسه متفقه انا والاستاذ يوسف حالا. اتفقتوا على ايه انت والاستاذ؟ يا سلام، طب مش لما تقعدي الاول. اتفضلي يا استاذه فريال. اتفضل ايه؟ اتفضل اقعد ولا اتفضل الشاي ولا جايز اتفضل امشي؟ لا تمشي ايه، اتفضلي اقعدي. طبعا ده انت حتى وفرتي عليا، انا كنت جايه لك الفيلا. وما جيتيش ليه؟ ايه اللي منعك؟ على الاقل هناك بيتك وجوزك مش هنا، ولا نسيت يا سرية؟ لا طبعا ما نسيتش، حتى لو نسيت ما اقدرش انسى ابدا انك عمة ولادي.
واني خطيبة الأستاذ يوسف وانكم هتتجوزوا قريب قوي وانا اول واحدة هفرح لكم طبعا وهفضل ادعي ربنا ليل ونهار انكم تبقوا دكاترة عشان تساعدوني مش هنقعد بقى يا فريال يا سلام يعني انت ناوية توقفي كده وتوقفينا معاكي احنا مش المفروض نقعد احنا المفروض نمشي هنمشي كده من على الباب مش ترتاحي الاول من السلم وبعدين تفهميني كمان هنمشي نروح فين مشوار صغير شغل علشان تعرف اننا ناس عمليين ما عندناش وقت غير للشغل ويكون في علمك فريد هو اللي كان جاي لك بس ما حبش يجي علشان ما تتفهمش جايته هنا بشكل عكسي عن اذنكم سرايا انت ماشيه ليه يا سرايا معلش يا استاذ يوسف اصلي ماليش في الشغل ده بقى على العموم هبقى اجي لحضرتك وقت تاني علشان تشرح لي اللي انا عايزاه ويا ريت الاستاذه فريال ما تتضايقش انك بتساعدي سرايا انت مش شايفه ان انت كبرتي على حكايه المذاكره دي ولا انت خلاص ما بقاش وراكي حاجه بصراحه ما قداميش غير الحل ده اني اتعلم وبعدين السن مش مشكله يا استاذه فريال عندك الاستاذ يوسف اهو راجع بعد 10 سنين يعمل دراسات عليا اكيد هتساعدي سرايا نعم انت مش ناويه ترجعي لبيتك بقى الحقيقه لا يا فريال ايه ده معقوله هتفضلي كده من الشقه اللي تحت للسطح وسايبه ابنك تحت مش عارفه حتى ازاي هيتربى لا عارفه كويس قوي هربيه ازاي علشان كده عايزه اتعلم عشان يتربى هو واللي جاي كويس باباهم اولى بتربيتهم يا سرايا ارجعي لبيتك علشان تعرفي تربي اولادك كويس مع باباهم مش هرجع يا فريال لاني مش عايزه اربي ولادي مع فريد ليه يا سرايا عشان انا وفريد ما بنحبش بعض مش مستعده ابدا اربي ولادي بين اب وام بيكرهوا بعض اسمعي يا سرايا احنا مش هنسمح ان ولادنا يتربوا في الخان او يتربوا على حساب امهم انت لازم ترجعي الفيلا علشان ولادك يتربوا كويس قوي مش يتربوا وسط تراب الحواري او جنب الحيطان زي ما انا شفت يوسف بيلعب دلوقتي تحت فريال لاحظي اننا كلنا اتربينا هنا من الواضح ان كلنا ناقصين تربيه ما تربيناش كويس يا مدام سرايا اظن الاستاذ يوسف عارف كويس قوي لو كنا اتربينا كويس ولا لا يا دكتوره مش هنقعد بقى ايه مش خلاص انتهت المواجهه سمعت البنت بتقول ايه فريال انا عايز اقولك حاجه يعني انت موافقها كنت عايز تديها دروس بصحيح طب لو سمحت اسمعيني من فضلك يا يوسف من فضلك انت الله فريال انت اتكلمت كتير انا من حقي انا كمان اتكلم عاوز تقول ايه يا سي يوسف انا مش عايز اقول حاجه كل اللي انا عايزه اني افكرك بالاتفاق اللي بيننا واللي انت بنفسك طلبتيه انت قلتيلي انا مش عايزه افتكر الماضي وقلتيلي كمان انا اتولدت يا يوسف من يوم ما انت رجعت طب وايه دخل اللي انا قلته بقى باللي انا شفته دلوقتي ما هو انت ما شفتيش قدامك غير الماضي لو مش قادره تنسيه وفاكراه قوي كده افتكري كمان ان سرايا دي تبقى مرات فريد فريد اخوكي واعز صديق ليا وافتكري كمان حاجه مهمه قوي يا فريال ان الشرف قيمه انا شخصيا بحافظ عليها لاقصى حد لسبب بسيط قوي ان انا مملكش غيرها على فكره عيب قوي الكلام اللي احنا بنقوله ده عيب اصلا اننا نتكلم في الموضوع ده ممكن نتحاكم ممكن نقع تحت طائله قانون العيب اللي مطلعينه جديد بقولك ايه اخش اعملك ايه تشربيه ممكن تلبس هدومك علشان نمشي نمشي طب مش هفهم الاول هنمشي نروح فين
يا سلام عليك يا اخي، وانت مصر تفهم كل حاجه؟ وبعدين انا مش قلت لك ان احنا ورانا الشغل؟ حاضر. مبسوطه يا سوريا؟ جدا. جدا يعني ايه؟ يعني قوي. سامعه بنتك بقول لها جدا يعني ايه؟ بتقولي جدا يعني قوي. بنتك بتغيظني بتفرسني. ليه بس يا سوريا؟ ما كانش له لازمه يا بنتي. انا شايفه بقى ان له لازمه يا ماما. اه طبعا له لازمه، لازمته انها تطلع وتشوفها مع خطيبها فوق، طبعا له لازمه. تبقي مبسوطه بقى لما تروح تقول لجوزك؟ طبعا ابقى مبسوطه جدا. جدا؟ تاني جدا؟ لو عنده دم يطلقني. ايه؟ بتقولي ايه يا بنتي؟ بقول لو عنده دم يطلقني. يا ساتر يا رب، اطلع يا حبيبي، اطلع بره يا يوسف. ليه كده يا سوريا؟ ما هو بصراحه بقى يا ماما انا ما اقدرش اعيش مع انسان ما بحبوش. طب بس بس يا بنتي. على فكره يا ماما انا قلت الكلام ده لفريال فوق. قلت لها ايه بقى؟ قلت لها ان انا واخوكي بنكره بعض ومش هرجع العيال يعيشوا بجو كله كره. يا نهارك اسود. اسود؟ اسود ليه بقى يا ابله؟ هي كانت فاكره ان انا بحب اخوها ولا اخوها نفسه كان فاكر ان انا بحبه؟ ولا انت يا ماما وانت يا ابله رؤيه، ما انتوا عارفين ان انا اتجوزت فريد عشان خاطر وصيه يوسف، ولا نسيتوا؟ انتوا عارفين وهم عارفين ان اتجوزت فريد عشان بحب يوسف، مش هي دي الحقيقه يا ابله؟ بصي انا مش هتكلم، انت تتفاهمي مع بنتك بقى وتشوفيها هي ناويه على ايه. ناويه على الطلاق. ليه بس يا بنتي؟ ما هو انا بقى بصراحه ما اقدرش اعيش مع انسان ما بحبوش ولا بحترمه يا ابله. كل ما اقول له يطلقني يقول لي ده بعدك، ولا ايه يا ابله رؤيه؟ ولا اولاد الست ام رؤيه لازم يعيشوا العمر كله متعذبين؟ ولا ايه يا ابله؟ والله اللي اعرفه ان اولادك معاكي ولهم حق عليكي. حقهم يعيشوا في النور، حقهم احبهم. وما اعتقدش بقى انا اقدر احبهم طول ما انا مخبيه عليهم ابوهم بيشتغل ايه. معلش يا ابله رؤيه انا بقول لك الكلام ده دلوقتي عشان انا بقيت ام. بنتك عايزانا نتطلق احنا الاتنين ونعيش مع بعض احنا التلاته ولايه وشنا في وش بعض، ويسمونا شقه الارامل، ولا اقول لك يسمونا احسن شقه الولايه. اتفضل يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هو خليل بيه مستني جنابك وعارف كل حاجه. اهلا. اتفضل يا باشا. من فضلك كله جلال هناك. ما هو عارف كل حاجه، الباب ده ما يتفتحش الا بالسيم لمؤاخذه. سيم؟ اه يعني بالهمزي باللمزي بالاشاراتي والقص بالاشاراتي يفهمي. اتفضل يا باشا. اتفضل. انا شفتك قبل كده. لا باشا ما شفتنيش، انا وارد الخارج، انا جاي من زي وزرة، كنت بقى مع الباشا انا زمان. اتفضل. اتفضل يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. بعد اذن حضرتك ثواني بس ادي للسكرتير خبر يقول لخليل بيه. انت مش قلت لي انه عنده خبر؟ يا باشا اصلا الخبر بتاعي انا لحد المنطقه دي بس، من الباب ل انا مدخلاتي، انا هنا الامن، المنطقه دي سكعورتي بتاعها، انما بعد كده السكرتير. بعد اذن جناب حضرتك. مين يا عصر؟ انا يا هنا. انت حضرتك؟ ايوه حضرتي، جلال عنايت، كاتب وصحفي وشاعر. روح انت يا عصر. امرك يا هنا. تشرفني يا فندم. انا كان عندي ميعاد مع جوز حضرتك وكنت متوقع انك عندك خبر. دايما حضرتك بتتوقع حاجات كتيره مش صحيحه يا جلال عنايت. لازم تعرف ان الباشا جوزي ما بيدينيش علم بحاجات كتيرة قوي. عموما اتفضل، اكيد الباشا مستنيك وانا كمان مستنياك من غير ميعاد، مستنياك من ساعتها. خير يا هانم؟ جايز تكون صدقتني ونويت تحرمني من العز اللي انا فيه ده كله وتوديني شقة الجيزة لقطين وصالة. مش لما تعرفي الاول ان جلال عنايت راجل شريف حقيقي، وانك ما كنتيش بتصرفي عليه انت وجوزك في باريس عشان ما يموتش من الجوع. بيسا. افندم يا هان شوفي البي يشرب ايه على بال ما خليل باشا يجي. لا متشكر. روحي انت يا بيسا. حاضر. يا ريت تفكر كويس في اللي هقوله لك. انا عرفت الحقيقه، بعتها جبتها بنفسي من دار الناشر وعرفت اني فعلا كانت تحك عليا، بس مع الأسف عرفت ده متأخر قوي. عموما اتفضل
لما نشوف الباشا هيقابلك هنا ولا في البسين ولا في المكتب؟ في المكتب طبعا يا مدام. اكيد جلال بيه بيحس بألفة مع المكاتب، عشان كده انا قررت اننا نتقابل في المكتب. اهلا وسهلا. اهلا جلال بيه. اهلا خليل بيه. طب مش تتفضل في المكتب؟ متهيألي حضرتك ما عندكش مانع مدام أميرة تبقى موجودة. لا دي لازم تبقى موجودة يا جلال بيه. ولعلمك المقابلة دي ما فيهاش موانع ولا ممنوعات. اتفضل اتفضل جلال بيه، اتفضلي يا مدام أميرة. آه بالمناسبة، تحب أقولك يا مدام أميرة البيومي ولا يا مدام أميرة العرابي؟ ما تفرقش كتير. لا تفرق كتير. تفرق ما إذا كنت لسه مراتي ولا ما انتش مراتي. على كل حال نقول يا مدام أميرة البيومي، حيث إنك لغاية دلوقتي لسه مراتي. اتفضل يا جلال بيه، اتفضلي يا مدام أميرة البيومي. اتفضلي يا مدام أميرة. اتفضل يا جلال بيه. مساء الخير. مساء الخير. أعرفكم ببعض، جلال بيه عناية، شاعر مشهور كبير قوي خصوصا في أوروبا. سيد بيه السحت. أهلا يا فندم. سيد مين؟ سيد بيه السحت. إيه؟ مش عاوز تسلم عليه هو كمان ولا ايه؟ ده انت حالف بقى انك ما تسلمش على حد هنا. طب ليه؟ بالنسبة لي انا وقلت يمكن سوء التفاهم اللي بينا، او زي ما بتقولوا انتوا يا مثقفين الخلاف في وجهات النظر. انما ما تسلمش على سيد به السحت ليه؟ ده انت اكيد ما تعرفوش. انا الحقيقة واثق ان الاستاذ جلال ما تشرفتش بيه قبل كده. الحقيقة اللي سمعته عنك يقول ان انا اعرفك كويس. اللي سمعته عني؟ طب ارجو بقى انك تكون سمعت عني خير. ما اظنش. لا لا دي بداية غير مشجعة بالمرة يا خليل باشا. سيد بيه السحت من المواطنين العائدين الى ارض الوطن في ظل الانفتاح الاقتصادي، عشان يحققوا مشروعات متميزة، عشان يساهموا في بناء البلد بعد سنين الحرب الطويلة يا جلال بيه. ما أظنش وما أعتقدش أبداً إن أول مشروع يعمله عشان ينمي بيه البلد إنه يطرد الناس من البيت الكبير اللي في سيدنا الحسين ويرميهم في الشارع. ولا يا خليل بيه؟ أنت إيه رأيك يا سحت بيه؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.